توجه وزير الخارجية سامح شكري مساء السبت إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي ينطلق الثلاثاء المقبل. وقالت الخارجية في بيانها أن الزيارة تشمل أيضا لقاء نائب رئيس الجمهورية الصينية ووزير الخارجية ومع عدد من نظرائه من وزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى، بالإضافة إلى لقاءات تلفزيونية وصحفية. أرجع لك مرة أخرى سيادة العميد، يمكن اللقاءات الثنائية ما بين شكري وما بين الجانب الصيني في بكين هي لقاءات محمودة، لكن أثرها على المنطقة العربية بشكل عام ما هو، وممكن تكون في المستقبل تؤدي إلى طابع سياسي بشكل أو بآخر؟ هو الصين لاعب كبير، يعني الصين دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من الخمسة الكبار، دولة سندت جميع القضايا الوطنية العربية. يعني في حرب 56 كان أكبر اعتصام في تاريخ الأرض كان في بكين، يعني بالملايين كانوا معتصمين عشان مصر، وإحنا طبعا مصر سندت الصين بالاعتراف أو عودة المقعد الدائم ليها. والأحداث اللي بتقول دلوقتي أن تراجع الوضع أو الوزن النسبي الأمريكي لصالح قوى أخرى، صح. القوى الأخرى طبعا رأسها روسيا الولايات المتحدة، قصدي الصين. أعتقد أن الصين سيكون لها دور أكبر سواء في المشاريع القومية، شرق بورسعيد، المشاريع المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة. فأنا أعتقد أن العلاقات الصينية المصرية واعدة في الفترة القادمة بإذن الله.